السلام عليكم وأهلا بكم. اللهم اغفر لأمي وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر المسلمين. أهلا وسهلا بكم في حوار جامد زحليقة. الحوار ده يا سيدي مع واحد علماني اسمه إسماعيل حسني. المفترض إن إسماعيل حسني ده عامل كتاب بقى مش عارف عن العلمانية ولا الليبرالية، المهم بقى عامل فيها إيه، إن هو مثقف وراجل بقى بتاعه وبيكتب في روزا اليوسف وكان لاجئ باستمرار مع خالد منتصر. فالمهم هنشوف دلوقتي الحوار مع إسماعيل اللي بينتهج النهج العلماني وإزاي كان بيطعن في الإسلام العظيم وإزاي تم الرد عليه. وعايز حضراتكم تلاحظوا إن إسماعيل العلماني إزاي كان بيسيء للإسلام العظيم وإزاي كان متعصب ومتنرفز وإزاي كان عايز يخرجنا عن شعوري، بس أنا أقرع أساسا فما عنديش شعور عشان أخرج منه. فعايزكم يا جماعة تتجاوزوا عن الإساءات اللي هو كان بيسيئها. وعايز أنوه على شيء مهم جدا، إن بعد انتهاء الحوار مع إسماعيل حسني راح فتح غرفة تانية، الغرفة دي هو اللي بيملكها علشان يسيء لينا، وقعد بقى يصيح وهاتك يصيح هاتك يصيح، يعني تقول شديك بلدي. فيلا بينا نسمع الحوار اللي كان ما بينه وما بين إسماعيل حسني، وبعد كده هعلق على فتح الروم بتاعته وإزاي هو كان. لا تعالوا نشوف الأول الحوار، يلا بسم الله. طيب ماشي، أنا أستاذ إسماعيل. موضوع الغرفة أستاذ إسماعيل عن المسيحية والنسوية، هل حضرتك شايف إن المسيحية تؤيد النسوية ولا ضدها؟ يعني بنتبادل الأفكار، يعني نعرف بس وجهة نظر حضرتك. ما فيش ديانة إبراهيمية تؤيد النسوية، الديانات الإبراهيمية كلها ذكورية. تفضل. جميل جميل جدا. يعني انت الإسلام أيوة أخف هذه الديانات في الذكورية ومنح المرأة حقوق لم تمتلكها في اليهودية والمسيحية، وحرم أيوة المرأة من الكثير من القيود وخطى بها إلى الأمام. تمام. ممكن اعرف من حضرتك ازاي المسيحيه اضطهدت النسويه؟ ممكن اعرف بس وجهه نظر حضرتك يا اخي. ما انا قلت بولس قال للمراه اولا تخرس، ما تتكلمش في الكنيسه، ولو عايزه تسال جوزها في البيت. تمام. مرتين المراه المسيحيه ما تعلمش، لا دي تتعلم بس. مع بينما سيدنا محمد قال خذوا عن هذه الحميراء نصف دينكم. هو عامة يعني الحديث ضعيف بس كمل عادي يا سيدي. حتى لو كان ضعيف ولكن احنا يعني لينا في القرآن في سورة المجادلة أسوة حسنة. المجادلة اسمها المجادلة بالكسر. المجادلة يا سيدي. نعم. أسوة حسنة إن المرأة عرضت الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن انتصر لها. فإذن المرأة مكرمة تكريما أكثر من اليهودية والمسيحية في الإسلام، ده أكيد. تمام تمام ده أكيد ماشي. لكن اللي مش أكيد عندك إن الإسلام حط من قدر المرأة في بوجهة نظرك أنت. شوف ماشي هشوف. تفضل. احنا قلنا ان الديانات الابراهيمية كلها ذكورية. بمعنى ايه؟ بمعنى أيوة. ايه؟ ان مثلا القرآن عمل القوامة للرجل على المرأة. الفقهاء وليس القرآن وليس الرسول. القرآن لم يفرض حجاب طيب. ولا نقاب على المرأة. مثلا طب ماشي واحده ممكن واحده يا استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل ماشي ممكن واحده. طبعا ممكن. طيب خليني بس السؤال الاولاني ان بروزه، انت شايف ان الاسلام حط من قدر المراه من وجهه نظرك صح ولا لا؟ لا ما انا ما قلتش. كيف وانت بتقول ان انت قلت الاديان الابراهيميه خطى بالمراه خطوات الى الامام. أيوة لكنه من وجهة نظرك لو أنت شايف أن حقوق المرأة تصل 100% الإسلام وصل كم في المية؟ أنا مش عايز أقيس كم في المية لأني ما أقدرش أقيس ولا أنت تقدر تقيس كم طب في المية. طب بالتقريب بلاش هنقيس بالظبط تقريب. أيوة أنا عايز أقول أن جعل شهادة المرأة لا أنا لو سمحت يا أستاذنا أستاذ إسماعيل لو سمحت ميراث. يا ابني ما أنا بجاوبك أهو. لا انا بقول لحضرتك كام في المية، ما هو مش ده السؤال، مش ده السؤال إيه صدقا. كام في المية دي انا ما عنديش عداد، انت عندك عداد طب. انت تستعمله بلاش عداد. انت شايف اشياء تنتقص من كرامة المرأة وهي اعتبار
اعتبار برافو. شهادتها نصف شهادة الرجل و... أيوة. ونصيبها في الميراث نصف أيوة. نصف نصيب الرجل وحق أيوة. الضرب في القرآن. طيب ممكن بقى نوقف عند نقطة نقطة يعني نقطة بس ممكن أكمل الجملة بس مالك لأنك قلت كذا نقطة. لا عادي خالص أنا ما عنديش مشاكل بس ممكن نمسك نقطة نقطة ونكملها. هكمل الجملة وحسكت. اتفضل كملها. دي أشياء ربما كان لها تبرير في زمن التنزيل ولكنها اليوم مرفوضة. أيوة. تماما مرفوضة. أيوة تمام جدا. ممكن تسمعني بقى حضرتك في تعليقي. الله ما أنا بسمعك بعمل إيه تاني. يا سلام شكرا جدا. أنا شاكر جدا ليك استماعك وأنصتك ليه. ومنتهى البساطة الأستاذ إسماعيل لما قلت له الإسلام حط من قدر المرأة أو قلل من قدر المرأة قال أنا ما قلتش كده رغم أنه كان بيتكلم عن الأديان الإبراهيمية. قلت له طيب كم في المية مثلا لو أنت عايز تصل بحقوق المرأة 100% كم في المية. قال لي معيش عداد. طيب وبعد كده قال لك أصل الإسلام انتقص من المرأة لما فعل كذا وكذا. يبقى أنا سألت السؤال في الأولاني وكان السؤال واضح جدا إن الإسلام حط من قدر المرأة لو انتقص من قدر المرأة فهو في الأول رفض لكن في الآخر جاوب. سمك. لا لو سمحت يا استاذ اسماعيل انا معلش استاذ اسماعيل لو سمحت انا بقول لك استاذ اسماعيل اسمعني فضلا لا امرا. اولا مش ابنك. ثانيا احنا دلوقتي في حوار بنقرر حجه بحجه. لو حضرتك مش واعي لكلامك ركز في كلامك. تقدم بالمرأة في حاجات لو تسمح يا استاذ اسماعيل تكون هادي وتسمعني بعد اذن حضرتك فضلا لا امرا. بس حضرتك تهدى. لا استاذ اسماعيل انا مش بكتب منشطات ولا حاجه. لا أنا انت بتتصيد. انا بقول لك لا انا بقول لك بناء على كلامك حضرتك مش واعي لكلامك. دي جزئيه تانية. انا ممكن ادي لحضرتك فرصه برضه بصم. انت ما تعرفوش تتكلموا بدون اهانه. انا ما اهنت يعني انت لما بتقول ان الاسلام انتقص المراه دي مش اهانه. لما اقول لك انت بتتكلم ومش واعي لكلامك دي اللي مش اهانه. يعني ربنا لما اتكلم عن المراه ما كانش فيه وعي عند الاله وانتقص وانت دلوقتي بقى بالنسبه لك انتقاص. هي دي مشكلتكم ان انتوا عندكم محور الانسان محور القرن الواحد وعشرين اعتبره انتقاص. انت في القرن الواحد وعشرين يا استاذ انا بحاسبك بناء على كلامك انت بترفض ومش محتمل ان انا حتى اكمل كلامي زي ما انت ما طلبت ان انا اكمل ان انت اكمل كلامك. سبتك ما قلتش ان انا قلت ان الاسلام خطا بالمراه خطوات الى الامام ولكنها أيوة. ليست كافيه. انت برافو عليك جملة. جميل حاضر ما قلتش هقول مره تانية. الاستاذ اسماعيل أيوة. بيقول ان الاديان الابراهيميه كلها ذكوريه. ايوه وسالته الاسلام لو حقوق المراه 100% وصل لكام في الميه. قال لي لا انا ما عنديش عداد. ما انا لسه هقوله لسه هكمل اهو هكمل ايوه والاسلام خطا بالمراه خطوات للامام. وبعد كده قال الاسلام انتقص من قدر المراه. حصل. طب اكمل بقى كلامي بعد اذنك. الحمد لله سكت استاذ اسماعيل. شكرا جدا وانا شاكر ليك سعه صدرك يا استاذ اسماعيل واحتمالك ليا واحتمالك لكلامي يعني فشكرا ليك. ماشي يبقى ادي الكلام في البدايه ان كانت الاديان الابراهيميه بتنتقص وتكلمنا عن الاسلام بشكل خاص. لا اصله خطا بالامام. اصل لا الاسلام ايه انتقص. فهنا الفكره كلها يا جماعه ان الفكر النسوي كويس. يا استاذ اخلص فكرتي فضلا يا استاذ ما تتهمنيش بعدم الامانه لو سمحت. لو سمحت ما تتهمنيش بعدم الامانه. خطا بالمراه خطوات الى الامام بمقاييس زمن التنزيل. استاذ اسماعيل لو سمحت اليوم لو لا سمحت نستطيع ان نقبل هذه القوانين. لو سمحت يا استاذ اسماعيل حضرتك رجل يعني رجل انت حضرتك رجل سنك كبير وانا بحترم حضرتك لسنك. ارجو ان حضرتك يتسع صدرك لان حضرتك رجل ليبرالي ومؤلف كتاب في الليبراليه او العلمانيه او ما شابه. فارجو ان تتسع ليبراليتك لكلامي فضلا لا امرا. خليني ما اكونش امين واطلع وضح عدم امانتي. ممكن لا انا بحب ان الناس تظهرني. ليه مش ممكن؟ انا بحب ان الناس تظهر عدم وعي بكلماتي. معلش انا مش امين. ممكن ان اكفي كلامي ووضح للناس. انا ما حطيتش على لسانك كلام. بالعكس ده لما قلت كلامك انت اتعصبت ويا ابني ومش يا ابني. ولو سمحت انا اتحفظ ما تقوليش يا ابني. انا على الاقل انا بقول لك يا استاذ اسماعيل. طيب فلو سمحت طيب يا استاذ طيب شكرا. اتمنى ان يتسع صدرك الليبرالي يا استاذ وافكارك الليبراليه لسماع الراي الاخر لان مش شرط الراي الاخر يكون موافق لرايك. فممكن تحتملني بعد اذن حضرتك. اتفضل. اتمنى ان حضرتك تلتزم بالكلمه اللي قلتها لي. اتفضل. حاضر هتفضل يزيد فضلك. ارجع اقول ان الاستاذ
لما استدرك على هذا الكلام وقال ان انا عدم عندي عدم امانة او خليك امين في كلامك، قال انا شايف ان الكلام ده في القرن 21 مرفوض. النقطة دي يا جماعة انا عايز ابرزها لكل انثى موجودة في الغرفة، ان الفكر الليبرالي العلماني رافض لكتاب الله، رافض للقرآن الكريم. علشان احنا النهاردة كنا في حوار وناس بيقولوا اصل الفكر النسوي مش ضد الدين. اخلص كلام يا سيد، انت ما تلتزمش بكلامك ليه؟ والله والله يا حسكو تتفضل. الله اي الله اللي بتحلف فيه؟ الله اللي انت بتقول على كلامه مرفوض اتفضل. هو ده الله اللي بتحلف فيه؟ طب حاضر اكمل كلام. شكرا يا استاذ اسماعيل، وانا شاكر لسعة صدر حضرتك انك هتسمعني. شكرا يا استاذ اسماعيل. ارجع واقول ان الاستاذ اسماعيل قال لك الكلام ده في القرن الواحد وعشرين مرفوض. اه الاسلام خطب المرأة خطوة للامام، لكن الكلام ده مرفوض. اللي هو كلام مين يا جماعة؟ يعني كلام فلان علان ترتان، كلام فقهاء مثلا، كلام مش لا لا لا، ده كلام الله سبحانه وتعالى بيقول لك الكلام ده مرفوض. عشان يا جماعة لما نقول ان التيار العلماني او من يزعمون مش عارف مين والفكر النسوي واحنا بندافع عن المرأة وبتاع، هم اساسا ضد الاسلام وكلام الله تبارك وتعالى مرفوض. فيا ريت كل انثى بتسمع ما تنخدعش بالشعارات البراقة لما يجي لها واحد بمنتهى الهدوء انا بدافع عن حقوقك وبدافع عن حريتك ومش عارف مين، وهو في الاخر عايز حضرتك تبيعي اخرتك بدنيتك مش اكتر الاقل. طيب بالنسبه للكلام اللي الاستاذ قاله ان هو شايف ان هو بينتقص المراه، اولا قال ايه؟ الحجاب. تمام، والحجاب بينتقص المراه في ايه؟ لا هو كده، هو كده يعني عارف انت اللي هو بينتقص فين وجه الانتقاص من حجاب المراه؟ مفيش. هو ما احنا حافظينها كده يعني، احنا انا مش حابب الحجاب فانا قلت لك الحجاب ضد المراه. هو ايه اللي ضد المراه؟ يعني كانك انت بتقول لي ايه المكرونه البشاميل ضد الانسان؟ هو ايه العلاقه؟ انا مش فاهم. الملابس ضد الانسان، ايه العلاقه؟ إيه ما هو وجه الانتقاص؟ الحجاب اولا لو هنتبع المنهج العلماني او الفكر الليبرالي ان هو حريه، هو ايه الحريه عندنا في القلعه؟ لكن نلبس يبقى حرام اطلاقا، زي ما عندنا حريه مش عندنا عند الناس دي يعني حريه في القلعه، لا هو اللبس لا ما ينفعش. طيب هيقول لك يا محمود ازاي حريه وازاي ان القران الكريم بيفرض الامر ده؟ طيب يبقى احنا المفروض التيار الليبرالي يتقبل هذه الايه على اساس ان اللي لبست الحجاب وارتضت ان القرآن الكريم يكون تشريع ليها ملزم ليها ان هي حرة فيما تعتقد، لكنهم اوصياء الله على الارض ويقول لك علينا انتوا ارهابيين وانتوا مش عارف مين وانتوا مين، وهم بيفرضوا ارائهم على الناس. لا لا لا، انت بتؤمني بالقرآن والقرآن ملزم ليك وتلبسي حجاب؟ لا 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 لا، ده كده غلط، ده انت كده متخلفة واعمل لها ارهاب نفسي. ويجي يقول لك ده الحجاب ضد المرأة. انت حضرتك كلمت عن الحجاب وكلمت عن الميراث والشهادة، فممكن اكفي؟ اتفضل. شكرا لك. ارجع تاني واقول فادي موضوع الحجاب. طيب موضوع الحجاب هو بيقول ان الفقهاء فرضوه رغم ان الحجاب فرض بنص القرآن الكريم، وانا لست في حاجة لاثبات ذلك لان الاستاذ قال اصلا ذكر اشياء في القرآن الكريم زي الميراث والشهادة وقال لك الكلام ده في القرن 21 ايه مرفوض. طيب موضوع الحجاب ان الله سبحانه وتعالى فرضه، لو هنتكلم بالفكر العلماني عموما او حاجة زي كده، مفيش اي فكر او ايديولوجيا عموما الا وفيها الزامات. الالزامات الفرق بقى ان مين اللي بيلزمنا بهذه الالزامات؟ هم عندهم ممكن شخص يلزمهم باشياء لم يروها، واحد مثلا بيعتقد في نظريه تطور ايما كان، خلاص هو مصدق داروين، والله سمعا وطاعا رضي الله عنك يا داروين، خلاص اوكي. الناس اللي بيتبنوا الفكر الالحادي لما يقول لك الخليه الاولى هي اللي عملت الانسان اوكي حبيبي، انت تقدر يعني انت تقدر تعمل خليه اولى؟ لا. طب انت شفت الخليه الاولى؟ لا. طب تقدر انت توصل للخليه الاولى؟ لا. طب هي اتكونت ازاي اصلا الخليه الاولى؟ هو ما شافش، هو بالنسبه له غيب، لكنه خلاص التزم بما الزموا به العلماء اللي هم علماء البيولوجي او اللي هم خلاص فيما بعد بقى ايه اللي هم انتهجوا المنهج الالحادي عادي. لكن احنا الله سبحانه وتعالى يشرع لينا امر معين يلزم به النساء زي ما الزم الرجال بامور معينه؟ لا، هو رافض. الناس دي يا جماعه بمنتهى البساطه عايزين اله يعبدهم، مش عايزين اله هم يعبدوه. رغم ان الفترة البشرية على مر التاريخ يا شباب هتلاقوا ان الانسان منذ قديم يعني منذ خلق الله تبارك وتعالى حتى لو كان قاعد في غابة هتلاقيه بيدور على معبود يعبده، اللي بيعبد فار، اللي بيعبد خشبة، اللي بيعبد اللي بيعبد، لان ده شيء فطري. لكن العلمانيين سبحان الله خلفوا الفطرة اللي هو عايز اله انت اللي تعبدني، انت اللي حط تشريعك ده من اجلي مش انا اللي اكون من اجلك. رغم ان احنا يا جماعة في دنيا والدنيا دي هي اختبار، ودي اختبار طاعة، والطاعة فيما نحب وفيما نكره. لان انا ما ينفعش اجيب مراتي لا تفضلي مليون جنيه، اعمل لك سيربرايز، اعمل لك اختبار، خدي مليون جنيه تاخدهم على الباز العسل. لكن لما اجي اختبرها في شيء صعب هنا بقى ده الاختبار. اذا الاختبار فيما نحب ونكره، زي الحج.
ما هو مراسم الحج أو طقوس الحج ما فيها مشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، كذلك حتى وإن كان الحجاب فيه مشقة فهو اختبار طاعة لأننا في دار اختبار، ولكن العلمانيين نسوا الله، فالله سبحانه وتعالى نساهم أصلا. طيب ممكن أرد هم بقى؟ أخلص طب نقطة الحجاب بعد إذنك وبعدين نتكلم ونفصل في الميراث والتاني، بس أكفي بس نقطة الحجاب ممكن؟ خلاص هي نص دقيقة، أنا عارف أنا طولت، أنا آسف. طيب اللي هم عايزين الآخرة بتاعتهم تكون في الدنيا بس كده، أنا عايز أعيش يا باشا في الدنيا، ما تقوليش ده حلال وده حرام وده بتاع، اديني جنتي في دنيتي، حلو والله تنفع مطلع، اديني جنتي في دنيتي عادي جدا، أقلع أشرب خمرة أشرب بتاع عادي كله حرية. طب أوكي، لما أنتوا كفرتوا بالله ورفضتوا، ما أقصدش أستاذ إسماعيل يعني الله أعلى وأعلم بحاله، أنا بتكلم عموما. طيب لما هم، انا بتكلم على الملاحده يا استاذ اسماعيل، لو حضرتك عايز تعتبر نفسك منهم انا لا اعلم يعني، اوكي انا بتكلم الملاحده لما كفروا بالله صلحوا حاجه في الكون؟ لا. طب العلمانيين لما رفضوا شرع الله صلحوا حاجه في الكون؟ لا، هم فقط ظاهره حنجوريه لا اكثر ولا اقل. اتفضل يا استاذ اسماعيل، اسمع حضرتك عايز تعقب تقول ايه. ايوه شكرا جزيلا. انا كنت بتكلم مع شاب مسيحي عن الأحوال الشخصية في المسيحية ومنع الطلاق، قال لي حاجة جميلة قوي، قال لي إيه يعني، بقول له يعني إزاي الكاهن يفرض عليك تعيش مع واحدة 50-60 سنة أنت مش طايقها وهي مش طايقاك، وممكن أنت تخونها وهي تخونك، لأن الكاهن ساعدته مانع الطلاق. جاوبني إجابة ظريفة قوي، قال لي إيه يعني لما الواحد يعيش مزلول 50-60 سنة في الدنيا عشان الحياة الأبدية مع المسيح يعيشها في حرية. هو ده نفس الكلام نفس المنطق اللي أنا بسمعه دلوقتي، إيه يعني لما نلزم الناس ببعض الحاجات في الدنيا لأن الدنيا مش جنتنا، لأ ده احنا عايزين الآخرة. شوف باختصار شديد قوي، أنا إسلامي بيقول حاجة، بيقول لا أنت مش إن مسلم. ربنا لا 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 لو سمحت لو سمحت ما حدش دخل في الحوار بعد إذن حضراتكم لو أمكن، معلش يا إسماعيل أنا آسف، لو أمكن ما حدش يدخل في الحوار بعد إذن سيادتكم، فضل إسماعيل. شكرا يا أستاذ محمود. أنا يا جماعة إسلامي باختصار بيقول، أنا إسلامي هو إسلام المقاصد، بمعنى إيه؟ إن الدين نصين، نص صالح لكل زمان ومكان، ونص متغير وغير صالح لكل زمان ومكان. النص اللي صالح لكل زمان ومكان هو أصول الدين الثلاثة وأركان الدين الخمسة وأركان الإيمان، أما الأحكام فهي غير صالحة لكل زمان ومكان، بمعنى إن حتى الصحابة نفسهم غيروا بعض الأحكام بعد وفاة الرسول أو أوقفوا العمل بها بعد وفاة الرسول بعدة سنوات، لأن الأحكام أتت لكي تطبق على واقع، فإذا كان الواقع متغير لابد أن تتغير الأحكام، هذا عقلا. ولهذا شفنا الصحابة أوقفوا العمل ببعض الأحكام زي حد السرقة وزي نصيب المؤلفة قلوبهم وزي توزيع أرض السواد وزي متعة النكاح ومتعة الحج وغيرها، أوقفوا العمل بهذه الأحكام لأن الواقع تغير. إحنا كمان من حقنا دلوقتي نغير في بعض أحكام القرآن التي لا أنا هكمل والله وحقفل، التي لا تناسب عصرنا. إحنا قيم عصرنا النهاردة هي المواطنة التي تعني المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعدم التفرقة بين البشر حسب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، وبالتالي لا يصح التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بناء على الجنس. إذن إحنا النهاردة لا نقبل إن شهادة المرأة تكون نصف شهادة الرجل، لا نقبل إن المرأة ترث نصف
نصف ميراث الرجل، لا نقبل ان المسلم ممكن يتزوج مسيحيه والمسلمه لا تتزوج مسيحي، هذا لا نقبله النهارده ومن حقنا ايقاف العمل به، وشكرا. طيب استاذ اسماعيل معلش ممكن بس قبل ما اكمل تعليق وشكرا لتعليقك، ممكن تقول لي ايه متعه الحج دي معلش؟ عمر بن الخطاب وقف على المنبر وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النكاح. فضل. أيوة معلش إيه متعة الحج؟ أنا بسأل حضرتك مفهومك ليها إيه بس قبل ما أكمل معلش. يا أخي التمتع في الحج يا أخي اللي هو إيه معلش؟ النكاح. فضل. اللي هو إيه معلش التمتع في الحج معلش؟ والله ممكن تخش جوجل تعرف يعني ايه متعه الحج. ما شاء الله انت حضرتك باحث وعامل كتاب وجه سالك كل خش جوجل ما يعرفش بلاش احرام بلاش احرام ينفع يا معاذ يعني كده يا معاذ معلش ما هو ما هي الاسئله دي اللي بتبين معلش معلش يا محمود خلينا في الموضوع الله يبارك لك انا ارفض الاسئله دي ما ينفعش كده يا محمود حاضر عشان خاطر معاذ بس يا جماعه الاستاذ اسماعيل الدليل بتاعه والحجه بتاعته تروح اسال جوجل طب انا ممكن اقول لك والله ما تروح تدور جوجل ايوه لو مش عارف يعني ايه متعه الحج ومتعه لا هو عايز يعرف من حضرتك يا استاذ اسماعيل يا استاذ اسماعيل لا انا حضرتك انا عارف والله انا بس عايز اظهر للناس اللي انت مش عارف فهمت يا استاذ اسماعيل انا عارف بس طب رد طب يلا يا استاذ اسماعيل طب جاوبني عشان عيب عيب ايه عيب ان انا استفهم منك وانت ايه يا استاذ انت فوق النار عيب انك سبحان الله سبحان الله المجيد بيعترضوا على شرع الله سبحانه وتعالى وانا استفسر منه ليبرالي وعلماني أيوة. استفسر منه يقول لي عيب يا الله على محور الذات انت ما تعرفش الاجابه يا استاذ اسماعيل طيب انا برضو مش هجاوب ما تعرفهاش يا استاذ اسماعيل صدقني صدقا انت ما تعرفهاش انت مش عارف يعني ايه متعه الحج ومتعه انا مش عارف وبسالك طب انا مش عارف وبسالك ممكن تجاوبني لا مش هجاوب ما انا مش بحاور جوجل لو بحاور جوجل اروح له يا جوجل لو سمحت ممكن تجاوبني يا جوجل مش هجاوبك عشان عيب تاني بقول لك عيب عيب ان انا استفهم منك على كلامك أيوة. واستدرك عليك يا الله على الانسان اللي عمل نفسه محور الكون والله العظيم هي التمحور حول الذات يا استاذ ممكن عيب ان انا استفسر منك ايوه عيب روح اسال يا جوجل الله. لو مش عارف يعني مش عيب ان انت تقول لي روح اسال جوجل وما اسالكش انت طب ما انت كائن حي ما تسالنيش انا لانك مش عارف شكرا يا استاذ اسماعيل اجاوب اعلق على على كلامك اقول انا محمود اقول انا محمود انا مش هجاوب انا عارف محمود اقول انا طب اتفضل نخلي حد ما هو مش عارف ساعده اتفضل راجل مش عارف يا استاذ اسماعيل حاول يكون الحوار يا استاذ اسماعيل ثواني يا اخي استاذ اسماعيل على فكره كان زمانك رديت على السؤال معلش خلاص يا شباب خلاص بعد اذن حضراتكم الاجابه على هذه الاسئله الاختباريه عشان عيب ماشي اثبت بقى اثبت كذب محمود ده بص راجل بص عنده قناه بيقعد يشتم فيكم رد عليه بقى حضرتك اتفضل ثواني يا محمد ثواني يا محمد بالله عليك طيب اطلع لا يا استاذ اسماعيل بالعكس انا عايز حضرتك تفضل موجود معانا ازاي طيب ما تسالنيش اسئله اختباريه اتفضل يعني سبحان الله العظيم رافض ان انا استفسر من كلامه بيستدرجه على كلام الله سبحانه واستدركه على كلام الله سبحانه وتعالى أيوة. عشان تعرفوا يا جماعه الناس أيوة. دي قد ايه الفطره بتاعتهم منتكسه اعلق يا استاذ اسماعيل بقى سيبني بقى لو سمحت اعلق ممكن انت اللي فطرتك منتكسه لو سمحت ممكن تخليني اعلق الحمد لله معلش ممكن تسيبني على انت عايز شخصن الموضوع معلش انا بتكلم عموما انت اللي بتشخصن وانا برد عليك لا انا بتكلم بقول الناس دي انت مش ناس انت واحد صح ولا خد بالك من كلامي بس خليك واعي الكلام عيب الكلام لا حضرتك برضو مش هتعلمني العيب مش من العيب طيب اعلمك العيب لا حضرتك تعلمني العيب ممكن لان انت ممكن تعلمني العيب اتفضل عايز تعلق موضوعيا ولا ما انت بتقول عايز تعلمني العيب فبقول لك اتفضل طب استاذ اسماعيل ممكن تسمعني انا بقول طيب يا استاذ اسماعيل حضرتك طرحت طرحت مداخله معلش طيب استاذ اسماعيل اتفضل يا محمود اتفضل يا محمود كمل مداخلتك معلش وبلاش بالله عليك الاسئله حاضر يا معاذ حاضر يعني. معاذ بس طيب اوكي بدايه يا استاذ اسماعيل اهلا بيك طيب ثانيا يا ريت بس حضرتك ما تقعدش تهددني اطلع وما اطلعش لاني يعني اعتقد ان حضرتك اكبر من كده انا مش بهددك طيب. انا لو طيب اكمل علق ممكن بعد اذنك بس. اكمل لو سمحت ممكن يعني صدر حضرتك الليبرالي يحتمل افكاري اللي مش مناسبه لحضرتك معلش احتملني ولو قليلا طيب الاستاذ جه بيقول اصل كان بيتكلم بدا الكلام ولا كنت بتكلم مع مسيحي وعنده الكاهن فرض عليه ان المراه ما تتطلقش ومش عارف ايه ولا ده مش فرض من الكاهن ده فرض من الكتاب بس يظهر ايه الاستاذ اسماعيل لما جه يقيم الحج على النصراني اقامها بشكل خطا لان لو كان ده
كلام الكاهن فماشي ممكن عادي كلام كاهن تاني والدنيا تمشي، لكن ده كلام الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. لكن ما علينا، المسيحي جاوبه. اخلص كلامي، اخلص كلامي بعد اذن حضرتك استاذ اسماعيل. معلش خلي محمود يكمل بعد اذنك. زي ما حضرتك ما كنتش قابل ان حضرتك حد يقطعك من الاول خالص، فمحمود يخلص مداخلته، وحضرتك لما خلصت قلت اتفضلوا، فخليه يتفضل. اتفضل يا ميم. ويقفل المايك، ويقفل المايك محمود بيتكلم عشان ما يقطعش عليه. اتمنى والله، اتمنى اتمنى، وده من حقي. خلاص هو قفل يعني. هو قفل. اتفضل. شكرا شكرا يا استاذ اسماعيل. ارجع تاني واقول قال لك اصل الكاهن، خلاص نتجاوز عن النقطه دي. فبيقول لك ان المسيح جاوبه قال له انا عايش مزدول 50 سنه علشان في النهايه اكون بقى ان انا عايش مع المسيح. هو بيقول لك ده نفس الفكر اللي انا بسمعه. هو فاكر ان هو لما يقول لي حاجه زي كده انا اقول له اوه الله، لا ده انا لا ازاي يعني مش... لا يا استاذ احنا قوم انصاف والله. لو المسيحي شايف ومعتقد ان هذا كتابه وبيلزم نفسه بيه، وكتابه او دينه ألزمه بشيء معين، وان هو هيحرم نفسه من ملذات في مقابل متعه اكبر وحياه ابديه، فوالله يبقى المنطق، المنطق ده في العموم هو منطق سليم ومنطق كل شخص يؤمن بدين. لكن انت يا استاذ اسماعيل بتقول اسلامي وهكذا وبتاع، فحضرتك مسلم حسب كلامك يعني زي ما بتقول، فانت المفترض تكون مؤمن بذلك، والا انت عملت اسلام تفصيل او ايمان تفصيل. وده اللي احنا يا جماعه بنقوله، ان هم عايزين اله يعبدوه، عفوا اله يعبدهم مش اله هم يعبدوه. دي حاجه. حاجه رقم اتنين، هو بيقول لك انا اسلامي اسلام المقاصد، وده اللي انا بقوله يا جماعه، الناس دي دين تفصيل. اوكي، بيقول لك 50% صالح لكل زمان ومكان، و50% مش صالح لكل زمان ومكان. طب زي ايه؟ يقول لك اللي صالح لكل زمان ومكان اللي هو اركان الايمان واركان الاسلام وما الى ذلك. اولا اركان الاسلام واركان الايمان دي مش 50% اصلا من الدين، ولا الاحكام 50% من الدين. يعني حتى التقسيم اللي الاستاذ يعني تقدم قلت ايه؟ طب حضرتك اتفضل. انا قلت اصول الدين، ممكن أيوة. تقول لنا ايه هي اصول الدين في رايك؟ انت قلت يا استاذ نصين، ولا انا ما أيوة. سمعتش غلط؟ نصين دي يعني ايه؟ يعني 50 و50 الدين واركان الدين واركان الايمان. قلت حلو. طب جميل جدا، ممكن تقول لنا ايه هي اصول الدين؟ جميل جدا استاذ اسماعيل، دول مش نصين برضو زي ما حضرتك ما بتقول، لكن نتجاوزها. لا اقول لك على حاجه، ممكن تسال جوجل بايخه صح، مش حلو مش لطيفه. سيبنا على يا استاذ اسماعيل بعد اذن حضرتك، سيبنا على بس. طيب فقال لك نصين، نتجاوز عن النسبة ونصين ومش نصين. أوكي، قال لك من ضمنهم أركان الإيمان وأركان الإسلام. جميل أوي الكلام ده. أركان وده قال لك خد بالك، قال لك دي صالحة لكل زمان ومكان. من ضمن أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، والمفترض أن الأستاذ بيؤمن بالكتب لأنه بيؤمن بأركان الإيمان. ومن الكتب دي اللي هي يا جماعة اللي هو الكتاب اللي هو بيقول على تشريعه مرفوض. والدين عقلك، اديني عقلك فعليا، بيقول لك انا مؤمن باركان الايمان وده صالح لكل زمان ومكان. واركان الايمان بتقول لك لازم تؤمن بكتب الله، وكتب الله ومنها القران. هو يجي يقول لك القران لا، ده في حاجات ما تلزمناش وفي حاجات مرفوضه وبتنتقص من قدر المراه، عشان تعرفوا يا جماعه ان هي شعارات براقه، كلام مش محسوب، كلام بيتقال. يا استاذ اسماعيل احتملني، لا انا مش هخرج، انا موجود. لا لو سمحت اقول ما اقول ما عندي، عقب على كلامي لو سمحت. لا عقب على كلامي براحتك، عقب على كلامي بعد ما اخلص كلامي لو امكن، لو تسمح. طيب يا استاذ اسماعيل خلص بس بدون ما توصفني، عشان ما انا ما بوصفكش، انا بتكلم عموما. ما تقولش دول ناس كذا وكذا، انا بتكلم عموما عن الفكر العلماني. لو سمحت استاذ اسماعيل، بص اسماعيل، استاذ اسماعيل معلش، هو عنده حضرتك مشكله لو سبته يكمل بس؟ لا احنا ما مش بنشخصا، هو ما قالش ان استاذ اسماعيل كده، هو بيتكلم في المطلق. صدق. انت عارف ليه يا معز ما قلتش كده؟ معلش مع احترامك يا استاذ اسماعيل، لان استاذ اسماعيل لا انا اسف لا يعنيني كشخص، انا بكلم المخاطب أكيد. المستمع سواء كان علماني او غير علماني، سواء كان ملحد او مؤمن، سواء كان مسلم او غير مسلم. فانا يا استاذ اسماعيل يعني انا بس يعني حضرتك هنا بوق للمخالف بالنسبه لنا فقط لا اكثر واقل، فلا تحرمني حريه الرد. دي عيب انت يا ابني، يا الله يا استاذ انا مش ابنك مؤدبين. يا استاذ صدقا انا مش إيه ناقل دي. عارف ليه بوق يا استاذ اسماعيل؟ لان البوق بينقل الكلام صدقا، ده وصف دقيق والله صدقا. يا ابني دي قله ادب. لا انا مش قليل ادب يا استاذ اسماعيل، وحضرتك كده اللي بتسيء. لا اخرين يا استاذ صح، لكن لما تغلط في الدين عادي، ايه المشكله؟ ايه المشكله يا استاذ اسماعيل؟ الكلام ده صح يا ميمو؟
ايوه بص يا استاذ اسماعيل، لما انت بتصف الله سبحانه وتعالى ان هو انتقص من قدر المرأة، ده بالنسبة لك انت مش عيب، لكن ان انت انا بقول لك بوق وانتقص منك انت زي ما انت ما بتزعم، فانت شايف ان ده عيب. وده يا استاذ اسماعيل انا مؤكد هيقولوا لك عيب. لا مش عارف مش هقول العيب ليه، لان هم قالوا لي ان اللي بيسيء لازم يجرب طعم الإساءة دي علشان يتعلم، لان هو لا استاذ انا انا ميمو معلش استاذ ما تمسك اعصابك شويه مالك كده يا ولد. يا استاذ اسماعيل لو سمحت كن هادئ يا استاذ اسماعيل فضلا لامرك. مفيش بابا وماما علموني، لا عندي علموني وشكرا ليهم والله. بص ممكن حضرتك تحتملني يا استاذ اسماعيل معلش. لا انا لا احتمل كلامي الادب عشان خاطر يا استاذ اسماعيل، عشان خاطري احتملني. معلش يا استاذ اسماعيل قالوا لي وانا ما سمعتش الكلام. ممكن تسمعني انت بقى معلش يا استاذ اسماعيل، ممكن بعد اذن حضرتك ممكن تكون هادي يا استاذ اسماعيل، يعني اعتبر انا حر أوصاف. انا حر يا استاذ اسماعيل، ممكن لا حضرتك تحتملني. لا لما انت قلت لي انت سلفي ومسكين وانت مش عارف ده ما كانش ده كان ايه ده كان كريمه بالشوكولاته كان مارون جلاسيه كان ايه على كلامك انتوا ناس الله. وانا برد عليك برضه كلام موضوعي لو وانا برد عليك برضه، انا عشان بتكلم بموضوعي ما بوجهلكش الكلام، بقول دول ناس بصف الناس اللي بيحملوا هذا الفكر تمام، لكن ما بوصفكش انت ما توصفش ناس ما تحجرش على انا حر ما لم يا استاذ اسماعيل لو سمحت ما تحجرش على رايي. طب مش حر يا الله ادعياء الحريه بيقول لي انت مش حر في قله الادب سبحانك يا ما حضرتك اسأت للقران لما قلت ادبك على ربنا كان كويس يعني وكنت حر. انا قلت ادبي على ربنا لما قلت انتقص انت قلت انتقص ايه يعني ايه ده قلت مرفوض قلت الاحكام ايوه دقيقه واحده بقى ايوه اتفضل انا هوريك بقى ايد الثاني لما نقطع ايد الفارق لا ما تاخدش الموضوع تاني لو سمحت الحكم ده انت انا وافق لو سمحت ما تغيرش الموضوع اخلص تعليمه وبعلق على ايد الفارق اخلص وحضرتك ليه مش عايزه يكمل تعليقه يا استاذ اسماعيل؟ استاذ اسماعيل لو سمحت اخلص تعليق يا استاذ اسماعيل بعد اذنك ممكن؟ خلص بموضوعيه وبدون وصف. طيب ماشي حاضر شكرا لك. بص يا محمود انا بقترح لما تيجي تقول الناس دول ما عدا استاذ اسماعيل على حسب طلبه. ماشي حاضر يا معاذ فكره كويسه. طيب نقول ان الاستاذ اسماعيل كان بيقول ان هو صالح لكل زمان ومكان اللي هم من ضمنهم اركان الايمان واركان الاسلام، وخدوا بالكم ان من ضمن الايمان باركان الايمان اللي هو الايمان بالكتب، الكتب اللي هو بيقول عليها فيها اشياء مرفوضه، فهو ايه انا بامن ومش بامن في نفس الوقت، فاهم انت اللي هو الجمع ما بين النقيضين. هذا يعني ان الذي يتكلم انا اسف اسماعيل معلش يعني اسمح لي اصف الفعل انا لو تسمح لي ان الذي يتكلم لا يعي ما يقول، لا يعي هو مش ما هوش بوق خالص، لا مش بوق خالص اسماعيل مش بوق يا جماعه، طيب لا يعي ما يقول، لان لو وعى ما يقول لن يقع في مثل هذا التناقض الفجر. وقيس على ذلك كل لا اخلص كلام احتملني يا استاذ اسماعيل معلش احتملني يا استاذ اسماعيل وانا واثق ان انت تحتملني ان شاء الله. طيب دي نقطه. النقطه اللي بعد كده يبقى احنا ضربنا جزئيه ايه اللي هو اصل الجزء ده صالح لكل زمان ومكان، واتضح ان هو عنده مش صالح لكل زمان ومكان، يعني هو ادعى ذلك وهو ايه جوه لا يوجد صالح لكل زمان ومكان. طيب بيقول لك ان الاحكام غير صالحه لكل زمان ومكان، طيب استدل بايه؟ بيقول لك استدل بالصحابه وبيقول لك منهم ان هو اوقفوا حد السرقه وما الى ذلك. طبعا هناك فرق ما بين من يتكلم ويقول ما يعرف وما بين ما يقول او من يقول ما لا يعرف. هو بيقول لك هذا الفقهاء او الصحابه وقفوها، لا انا عندي شروط معينه، الشروط دي غير متوفره فهذا الحد لن يطبق. ليه؟ لان الشرط لم يتوفر. بمعنى في حد اسمه قطع يد السرقه اللي هو بيتكلم عنه، في مقدار معين للسرقة. طيب في شخص سرق وهذا المال كان مالا غير محترما، مثلا سرق ليسد جوعه، اسمه ايه ده؟ اسمه سرقة، سرقة. طب جميل جدا. او سرق مصحف او سرق صليب او سرق آلة موسيقية اسمها سرقة. دي يا جماعة شوف سرق مصحف سرق صليب سرق آلة موسيقية سرق عشان يسد جوعه، دي اسمها سرقة، لكن لا يقام بها حد قطع اليد، لا يقام بها الحد. اذا بمنتهى الوضوح وبمنتهى البساطة ان الاستاذ اسماعيل لما يجي يقول لك اصل الصحابه اوقفوا هذا الامر، لا الشروط لم تتوفر لذلك لم يطبق الحد، لكن لم يعطله. اخلص لو سمحت اخلص لا خلص اخلص 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 تعليقي بعد وحضرتك كل شويه تطرح موضوع وتجره هو ليه، ما تسيبه يكمل رد يا استاذ اسماعيل. لا لا لا
خليك هادي كده وخلينا نكمل الحوار. حلوين أمثلة. ماشي حضرتك، هو لسه بيرد على المثال اللي حضرتك طرحته، خليك خلص بعد اذنك. يلا. ممكن بعد اذنك يا استاذ اسماعيل لو سمحت. انا كاتب. اتفضل يا محمود. هو خلاص قفل المايك. اتفضل. يعني مش هيتكلم تاني معاذ؟ لا دي ما اضمنهاش بقى. طيب ماشي خلاص، انا اضمنه، انا اضمن، اوعدك يا معاذ ان استاذ اسماعيل مش هيتكلم تاني ولا يقطعني. طيب يبقى قلنا في موضوع ان هو وقف اللي مش عارف الاحكام او وقف كذا او كذا، لا، ان ما دام الامر لم يكتمل فخلاص يا جماعه الحد لم يطبق، فده مش معناه ان هم اوقفوا الحد. فهذا يدل يا جماعه على ان الاستاذ اسماعيل بيقول كلام هو اصلا مش عارف معناه، هو فقط. يا ابني عن نصيب، لو سمحت انا ما تقوليش ابني لو سمحت، وما توجهنيش في الكلام، انا اجاوب على اللي انا عايزه لو سمحت، اجاوب على اللي انا عايزه، ما تقوليش ابني لو سمحت. انت دلوقتي منفعل ليه قدام الناس لو سمحت اللي انا قلته؟ طب وانا لسه خلصت؟ ما خلصتش. انت ليه مش قادر تحتمل وتوزيع ارض السواد؟ لو سمحت اخلص كلامي. هتفضل تطرح اسئله كتيره كده يا استاذ اسماعيل؟ عايزين نخلص. اتفضل يا محمود. حاضر استاذ اسماعيل، لو سمحت ما توجهنيش في الكلام بعد اذن حضرتك، لما اخلص كلامي وشايف ان في نقاط ما ردتش عليها قول لي يا محمود ما ردتش عليها. دي حاجه. تاني حاجه، ما تقوليش يا ابني لانك انت بتسيء الي بهذه الكلمه، لان من حريتي انا اقول لك ان لا يشرفني ان يكون لي والد مثلك يقول على شرع الله سبحانه وتعالى مرفوض، او عن ان الله انتقص انتقص من المراه. انفعل 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 كما يحلو لك. اشتم اقفل المايك يمو بالله عليك، سيبه يشتم. اتفضل يشتم. انت ولد. خلينا نسجل له شتايم زي كل براحتك. براحتك اللي بيعلموك الشتيمة على براحتك. انت حر ما لم تضر. شفتوا الليبرالية يا شباب؟ انا ما اسأتش اليك. ماشي يا شباب سوق. وايه كمان؟ وايه كمان؟ وايه كمان؟ في رد علمي بقى ولا في شتيمة بس؟ وايه كمان يا اسماعيل؟ رد على المؤلفة قلوبهم يا جدع. رد يا جدع. ولما رد هو على موضوع السرقة انت رديت؟ انت رديت لما هو رد على موضوع السرقة؟ انت رديت؟ هو قال كلام فارغ. انت رديت؟ رد على الكلام الفارغ برضو بتشتم. شفتوا الاحترام؟ عندك رد؟ عندك رد؟ ايوه طبعا. رد القرآن لما يخلص كلامه لو سمحت. اطلع رد لما يخلص كلامه لو سمحت. انت مش بتقول يا رد؟ ما رد لما يبقى في دورك. هو اللي لسه ما خلص. مساكين والله. معلش يا استاذ اسماعيل، اقفل بقى المايك وخلي الراجل يتكلم. اتفضل يا ميمو. مساكين يا استاذ اسماعيل، وانت برضه بتصفني بقله الادب. صدقني هقول لك على حاجه ظريفه جدا. الاساءه ما فيش اسهل منها. انا راجل من منطقه شعبيه وممكن ارد لك الاساءه ب 100 من مثلها، ولكن الاحترام غالي بعض الناس يا استاذ اسماعيل ما تقدرش عليه. انت ما لكن الرخص لكن الرخص سهل جدا ان اي حد يقع فيه. طيب انا ما يشرفنيش ان انت تكون موجود اصلا. هتقتلني يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هتعمل ايه؟ تعمل لي هيدن؟ لا 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 لا، مجرد تعمل لي هيدن. انت ما تشرفش الانسانيه اصلا بكلامك ده. يعني هتسخطني قرد طب ولا ايه؟ هتعمل فيا اسماعيل؟ طمني بالله عليك. طمني طب بالله عليك، هتعمل فيا ايه؟ طيب يا جدع رد. جدع الحمد لله رب العالمين. طيب يا جدع. طيب ارجع اقول واكمل كلامي على الكلام اللي كان بيقوله استاذ اسماعيل. كون ان هو يا جماعه علقت قال 7-8 نقاط وانا لسه بعلق فيهم، وعمال يقول لك رد على المؤلفه قلوبهم، يبقى الحمد لله رب العالمين في موضوع اللي هو المتعه، في موضوع حد قطع اليد، في موضوع اللي انا كنت بعلق فيه حالا اللي هو كان ايه. الله المستعان. مش اي حاجه في قطع اليد ولا قلت اي حاجه. يا استاذ اسماعيل. ايوه صح صح. انت ما قلتش اي حاجه في قطع اليد. لا 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 لا, لا خالص. طب حاضر نقول في قطع اليد. اللي هم اوقفوا الحدود هو حد السرقه، واللي ما قلتش يعني انا كنت بعلق. هو اصلا ما قطعك فيه اساسا، يعني هو قطعك في نص الاجابه ويقول لك انت ما جاوبتش. طيب نكمل. الاستاذ اسماعيل كمان كان بيقول عندي انا في اسلامي، وزي ما قلنا يا جماعه ان الناس دي ما شاء الله عاملين اسلام ليهم خاص بيهم. طيب موضوع الاستاذ اللي هو بيتكلم فيه ورد على موضوع المؤلفه قلوبهم، ورد على موضوع المؤلفه قلوبهم. استاذ اسماعيل، المؤلفه قلوبهم ده توصيفه ايه في الاسلام؟ معلش. هو ده ارحمكم الله التوصيف. ارحمكم الله. ده التوصيف. هو عطس. اشخاص بذواتهم معروفين. هو عطس ولا ايه؟ عيينة بن حصن وغيره. ايوه. المؤلفة قلوبهم. اتفضل. ايوه انا بقول لك ده توصيفه ايه لو سمحت؟ يعني ده ايه يعني؟ ايه توصيف اللي هو المؤلفة قلوبهم؟ ده ايه حضرتك يعني؟ دول قبائل معروفة بعينها كان الرسول يؤدي اليهم
أموال حتى لا يتحالفوا مع الخصوم. يعني ده يعني لا أنت يمكن مش فاهم السؤال معلش يمكن ألفاظ صعب عليك. يعني ده مش مصرف المصرف الزكاة؟ دي الخيبة يا ابني. أيوة. انت ما تعرفش تكون مؤدب والله العظيم. انا بشوف إيه ان عندك ماما والله الله. وماله ده في ايه والله ماله ده في ايه عندك بابا انت ما تعرفش مدينة. الحمد لله تعرفش عندي الحمد لله مؤدب. ممكن يعني عشان بسألك ايه يعني ده انت ما تعرفش ان هم من مصارف مؤدب. ممكن تجاوب على السؤال مش هسيبه. هو فاكر ممكن ان كلمة مصارف دي مجاري او كده؟ معلش نفهمه يا محمود بالراحة. هبة ريحة وحشة منها يا معاذ كلمة ريحة. يعني ما اعتقدش ممكن نفهمه. معلش لا مصارف معلش. يعني ايه مصارف؟ من الصرف مش من الصرف الصحي الصرف يا استاذ. مصارف الزكاة عارفها؟ يعني ده مش من مصارف الزكاة يا استاذ اسماعيل. الآية واضحة فيها الثمن ايوه ثمن ايه مصارف للزكاة. ايه ده مصارف ما شاء الله قال 8 مصارف ما شاء الله. طيب وقال بطلاقة يعني لا ما شاء الله يعني كنتش عايز يقولها كان بيدور على كلمة تانية ما لقاش والله اصلا عشان ايه اصلا محمود قال الكلمة دي. طيب انتوا شكلكم المشكلة بالطبيعة. الله انت وحد اهدى استاذ اسماعيل لو سمحت ابوك وامك اهدى بس والله يا عم. عايز تقابل امي يا عم ام الله يرحمها يا عم والله ام الله يرحمها عايز تقابلها يا عم ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ربنا يهديك قبل ما تقابلها والله والله اتمنى لك الهدايه والله يا ابني اتمنى لك الهدايه. تكون محترم يا استاذ اسماعيل انت ليه مش عايز تحتمل كلامي؟ معلش يا استاذ اسماعيل استحملني يا استاذ اسماعيل. معلش زي بالظبط الجماعه بتوع ايوه احكي احكي يا استاذ اسماعيل احكي يلا احكي ربعته اهو ربعها هو محمود اللي رداح انا اللي بردح محمود دلوقتي اللي رداح يا راجل ده انت كل رماتك من السرة للركبه ده انت ما بتعملش حاجه غير من السرة للركبه. معلش معلش يا شباب تحت الركبه لو عنده كمل 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 يا محمود كمل كمل هو اللي ما عندوش رد موضوعي. ماشي حاضر اتفضل يا محمود كمل. طيب ليه عمر بن الخطاب اوقف نص؟ طب انا معاك واحده حلو واحده واحده متعه الحج ومتعه النكاح واحده 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 واحده. محمود معلش بالله عليك رد كمان على موضوع متعه الحج دي اللي الاستاذ اسماعيل ما يعرفش معناها. ماشي اتفضل. التطبيلات اللي فوق ده اللي اسمه معاذ ده ايه يا ولد؟ ممكن تهدى ممكن تهدى يا استاذ. انا شغال شغال اسماعيل يا ولد والله لو كان هو بيطبل يبقى انت بتطبل التليفون تاني يا ولد. اسمعوا الكلام يا جدعان اسمعوا الكلام هيطردنا من الغرفه. خلاص 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 ثانيه انا مش قلتي انا ومحمود بس الولد معاذ ده ماسك طبله ليه يا اخي يا استاذ اسماعيل؟ حضرتك ما تقولش عليه ولد ما تط... يعني ولد بيتصرف زي الولاد. وايه تاني وايه تاني عندك حاجه تانيه عايز تضيفها؟ طيب استاذ معاذ لو سمحت. شباب بالله عليكم اتفضل يا محمود اتفضل يا محمود. شباب الله يبارك لكم عشان بس الحوار ما يبقاش مشتت اتفضل يا محمود. بس الاستاذ اسماعيل استاذ محمود لحظه شوي. الاستاذ اسماعيل يكرر ذكر اهل الاخ محمود مرارا وتكرارا. هو فاكر ده اللي احنا متعودين منهم عليه. عادي عادي مفيش مشكله. هو متعود على الحوار محمود. الاستاذ محمود يتكلم. ايوه انا عايز الاستاذ محمود فعلا يتكلم يرد على الجزء بتاع متعه الحج. طيب تمام اللي الاستاذ اسماعيل ما عرفش معناها. اتفضل يا ميمو اتفضل يا محمود. استاذ اسماعيل لو سمحت يعني يا ريت بس ما تتحكمش في الناس انت تعمل وانت ما تعملش ويا ولد ومش ولد. اسمع بس اسمع اسمع ايوه حطت قانون حطت قانون ماشي اسمع بس حطت قانون برضو انك ما تقطعنيش. فانت لما ما تقطعني مش هاجي انا بقى اقول لك مش عارف مين ويا كذا الالفاظ اللي انت بتقولها اللي هي انت عارف الفاظ اللي انت بتقولها دي. فانا مش هقول زيك. طيب فلو سمحت لو سمحت اسمع بس مني الله يهدينا ويهديك يا رب. يعني انا متحمل وعندي سعه صدر والكلام ده لكن احيانا التكبر بيكون على المتكبر صدقه. طيب فلو انت محتاج مثل هذا الامر والله انا عادي انا مستعد. ماشي يا استاذ اسماعيل فريد تهدى ريلاكس وصدرك لو ايوه صح بدون اوصاف يا محمود. ولما يقول عيل عليا يا ولد يا ولد لما تهزر سبحان الله مش عارف بينقد نفسه بشكل كبير. استاذ اسماعيل ممكن صدرك الليبرالي يحتملني شويه بعد اذنك. ابني اتكلم موضوعيا لو سمحت ما تقوليش يا ابني بعد اذنك. ممكن ما تقوليش يا ابني؟ لو قلت انا مش ابنك يا ولد. قول لي يا ولد بس ما تقوليش يا ابني. صدق والله العظيم دي عندي افضل منك تقول لي يا ابني. والله والله بجد انا ما يشرفنيش ان انت تكون ابني والا انا الحمد لله ربي. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والله. طيب ممكن بقى تهدى بقى
وانا ممكن ارد اليك الاساءه والله بعشره امثالها ان شئت يعني، ولكن يعني انا هتجاوز عنك معلش عشان انت راجل كبير. يا بس يا ابني انتوا معروفين، ما تقوليش يا ابني لو سمحت برضو احنا مش عايز يسمع والله والله. لو بدات تشتم برافو عليك، انا ما شتمتش برافو عليك، قولي لو بدات تشتم. معروفين ان انتوا شتامين يا ابني برضو ابنك، ما قلنا يا ولي ولد. يا الله يا الله يا ولي الصابرين، مش عايز اسمع. اخي محمود ممكن لو سمحت بس دقيقه؟ اتفضلي. شكرا. استاذ اسماعيل حضرتك قلت على الاستاذ معاذ ولد، قلت على الاستاذ محمود كمان ولد، وهو كمان على فكره ما علقوش ولا حاجه ولا حد فينا شتم، واحنا معروفين هنا اصلا ان احنا مش بنشتم، بنتكلم بالحجه والدليل. اوكي لو سمحت بس يخلي الحوار بينك وبين الاستاذ محمود. احنا حضرتك لما دخلت اول مره كنت قلت لي انك هترد على بعض الاسئله فيما يخص يعني ظلم المسيحيه للمراه. اوكي فخلينا كده نكمل الحوار بينك وبين الاستاذ محمود وما حدش هيتدخل. اوكي شكرا. شكرا يا شكرا يا دكتوره سنة. اتفضل يا محمود. حاضر يا استاذ اسماعيل، وشكرا لسعاد صدر حضرتك يا رب. نرجع تاني موضوع المؤلفه قلوبهم. احنا زي ما قلنا يا جماعه ان ده مصرف من مصارف الزكاه. طيب انا والله انا كان معايا مبلغ من المال وصرفته وانفقته في مصرفين فقط من مصارف الزكاه، فاعتقد ما حدش حتى هيجي يلومني يقول لي انت ليه ما صرفتش في باقي مصارف الزكاه. دي حاجه، فاذا لا حجه لمن يقول بذلك ابتداء. ثانيا سيدنا عمر بن الخطاب برضو نفس الامر اللي كان منطبق على موضوع عامر رماده، وان هناك جوع وان الشروط التي يجب توفرها في موضوع اللي هو تطبيق حد السرقه لم تكن متوفرة، فلذلك لم يطبق حد السرقة. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال في موضوع المؤلفة قلوبهم، قال للناس اللي هم كانوا مفروض واخدين أرض وهم كانوا من المؤلفة قلوبهم، فقال لهم إيه؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله أغنى الإسلام وأعزه اليوم. هي دي الشروط يا أستاذ، تمام؟ وأعزه اليوم، فاذهب يعني أنتوا زيكم زي سائر المسلمين. طيب وبعد كده استدل بقول تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن سيدنا عمر بن الخطاب برضو نفس الكلام اللي الأستاذ إسماعيل بيقول لك أصلهم وقفوها ومش وقفوها، لا ده في شروط معينة، هذه الشروط لم تنطبق، فنفس الكلام هذا الأمر أو هذا التشريع يعني مش عطلوا بقى ومش عارف مين وكان في شروط ومش شروط، لا الكلام ده غير دقيق بالمر. طيب بالنسبة لموضوع التمتع في الحج، أو بيقول لك حج أو كان بيقول إيه؟ متعة الحج؟ لا آه متعة الحج. أرض السواد وبعدين متعة الحج ومتعة النكاح، تفضل. عيني عيني حاضر تمام الحمد لله، هو اقتنع بموضوع المؤلفة الحمد لله رب العالمين. احنا بنمسك دلوقتي موضوع اللي هو بتاع الحج. طيب يا ابني توزيع أرض السواد برضو ما تقولش الأول. يا ابني لو سمحت ما تقولش تاني يعني اهدى بقى، لا اهدى 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 بس اهدى عشان انت كده ايه هتسوق فيها. اولا انا ما غلطتش فيك وبتكلم بقول لك نمسك متعه الحج، انت عايز تقولي ارض السواد. يا عم انت قلت الاول ايه متعه الحج وسالتك فيها ما رضيتش تجاوب، انا اجاوب بترتيب ما اجاوبش بالترتيب انا حر رغم ان انا ملزم بالترتيب، فما تقوليش يا ابني لو تسمح يا استاذ اسماعيل حضرتك مش قد الحوار، قول انا مش قد الحوار. ها هتسمع بادب بقى ولا ايه؟ بادب يا قليل الادب يا ايوه واطي. انت لا انت قليل الادب فعلا يا واطي. ايوه خلاص انت افلست انت افلست، انا برضه انت افلست انت اتكلم براحتك براحتك. اشتم 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 يا اسماعيل براحتك. توزيع ارض السواد اشتم يا اسماعيل براحتك. عايز تقول حاجه تانية يا اسماعيل؟ شايفين ايوه بص سبحان الله العظيم. ايوه انا شايف قوي بصراحه. أيوة شايف أيوة بصراحه انا شايف يستفزك. شايفين يستفزك ليخرج اسوأ ما فيك ثم يقول كذا انت. برضه تاني انت يا اسماعيل انت تاني ما تخليك محترم. طيب يا اسماعيل خليك محترم ممكن. طيب الحمد لله اسماعيل سكت، يبقى ان شاء الله كان محترم. انتوا شتامين ولاد قلالات ادب وفعلا اللي يحضر معاكم ايوه بيهين نفسه لان أيوة. ولاد قلالات ادب ايوه واللي يهين القران عادي، واللي يهين القران عادي، واللي يغلط فيه عادي، واللي ينتقد الشريعه الاسلاميه عادي. انت عارف انت نفسك في ايه؟ انت عارف انت نفسك في ايه يا اسماعيل؟ انت نفسك ان حد ينزلك طلع طلع خرج هو كان نفسه اصلا يتنقل عند الروم هنجه. معلش انا اسف وانا شايفه موجود عند صحنته. اسمح لي اسمح لي بكلمه يا اخي محمود. اختم بس اختم بس اختم بس حاجه بسيطه هختم شباب. اول حاجه بس اول حاجه بسيطه واسيب لكم تعليقات خالص. هو اسماعيل كان نفسه بس ان هو ينزل ياخد ايه موف تو اودينس اللي هو اودينس ينزل تحت او يطرد من غرفه او حاجه زي كده، لكن ايه هو علشان وقع في واحد حاطط اعصابه في ثلاجه فهو ايه اتضايق من الموضوع ده اللي هو كده، فكان عمال بقى بيغلي وحاجات زي كده. فاتمنى يكون اسماعيل كيف معانا
وكان نفسي والله ان انا اكيفهم من زمان يعني في الحوار ده، وان شاء الله نقطع الاله عليهم على عليها مع بعض بعد ما نسمع ثلاث الاخوه اللي هو موضوع ارض السواد. اصل نفس الفكره في ارض السواد نفس الكلام، ومتعه الحج اللي هو بيتكلم عليها وفكر المتعه الواحد يروح ينام مع واحده، فاللي هو في البزراميت خالص. عشان كده انا بقول له متعه الحج دي اللي هي ايه، فقعد ايه عمل لي فيها ايه اللي هو كان اسمه مسكر بتاع فيلم بتاع الكابتن محمد رمضان. وقال لك على فكره بص بقى يعني بص طيب معلش 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 انا اخد تعليق بسرعه كده بس يا شباب، وعشان نعلق على باقي النقاط اللي قالها. شوف يا دكتوره سناء، كان اخونا نبي عنده تعليق. اخونا ماشي براحتكم كمان يا حبيبي، انا عندي بس غرفه مهنجه مهنجه حلوه. اتفضل اخونا نبي. طيب السلام عليكم ورحمه الله. صوت مسموع؟ طيب هو انا ما بهمنيش الردود العلميه في هذا الحوار على قد ما بهمني الاسلوب اللي انتهجه اخونا محمود. بصراحه انا اشهد لك بصراحه يا اخ محمود بهدوء اعصاب، يعني هدوء اعصابك وثباتك لا تطلع أسوأ ما في هذا الرجل. هذا الرجل ببساطة مواليد 1954، وطبعا صاحب محاضرات وكتاب يمكن بينباع على الأرصفة، لكن هو متعود على 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 الإلقاء الأحادي. يعني هو مش متعود من الآخر، مش متعود على حد يرد عليه أو يسأله، متعود يجي يلقي محاضرة مدتها 40-50 دقيقة ويمشي، يعني يتقيأ ما في بطنه تجاه الإسلام أو تجاه أي فكرة وبعدين يمشي. هو مش متعود على هذا النوع من الردود، وإن كان بيتقبل نوع من أنواع الردود فهو ممكن أنه يتقبل بعض المقالات التي ردت على كتابه وعلى أفكاره، بس من بعيد لبعيد. فخلاصة الكلام لا أنا سامع نفسي. طيب فخلاصة الكلام أخونا محمود كان ما شاء الله موفق جدا، و كان مستفز للرجل لدرجة أنه الرجل أخرج أسوأ ما فيه. لكن هذا نحن اللي متعودين عليه من الليبراليين والعلمانيين. في تعريف الليبرالية هم يريدون أن يصدروا لنا معنى أو تعريف للليبرالية، تعريف خطأ، أنها الحرية. حتى لو سلمنا له بهذا التعريف الخطأ فهو لم يمارس الليبرالية مع الأخ محمود، لأنه لم يسمع له وكان يريد أن يوجه إجابات الأخ توجه معين. لكن الليبراليزم مش معناها حرية، معناها تحرر. تحرر يعني تفلت من أي قيود أو أي التزامات عقدية أيديولوجية أو أخلاقية. هذا اللي كان يريده هذا الرجل. وطبعا لا شك، انا ما كان عندي شك ابدا انه كان جاهل، الرجل كان جاهل، هذا اسماعيل حسني جدا. ولم اتفاجأ لانه هذا بنو علمان والليبراليين وما شابه ذلك عندما يهاجمون الاسلام، هو جهلة تخاطب جهلة. فالحمد لله على كل حال، ولكن انا بصراحة لم اكن اتمنى ان اكون مكان هذا الرجل ويوقع بإيد محمود داود بصراحة، لأنه الرجل جاء ضغط وسكر ويمكن حيجي جلطة. فأنا كنت بضحك ومش قادر أمسك نفسي، لكن السلام عليكم. بصراحة كان موفق ما شاء الله عنه، الله يبارك فيه. آمين يا محمود. جماعة آمين، كل الناس اللي تحت يقولوا آمين على جلطة. طيب اتفضل المايك معكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك أخونا. هو بس إيه، بارك الله فيكم، خلينا نعمل بس بالدور. أخونا محمود عند حضرتك تعليق؟ لا 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 أبدا، أنا أحب أسمع التعليقات ومعاكم إن شاء الله. تمام، كويس جدا. طيب حاجة تانية، أخي عماد الدين حضرتك موجود؟ موجود يا دكتور. تفضل أخونا. الله يحفظك يا رب. تحياتي الغالية لأخويا محمود، بارك الله فيك. بصراحة يعني بص أنا قاعد وعايز أسقف. ربنا يبارك. الله يرضى عنك يا رب. يعني أنت إيه نهيت كلامك بأن هو تكيف، هو فعلا تكيف على يعني الزبون طلع مبسوط. شعرون راحت الزبون. بالظبط، دي اهم حاجه. وبصراحه الناس دي يعني ايه بينكشفوا بسرعه شديده جدا لما يكون اللي قدامهم شخص فاهم وعنده ثبات انفعالي عالي زي اخونا محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه. فده يعني كان تعليق، ربنا يحفظك يا ويحفظ جميع الموجودين. على فكره هو مركن على نقطه بعد، مركن على نقطه بعد اللي هو نحن كنا عندنا إخوان
متحمسين أو متحمسون جدا للدين ونعذرهم وحبهم للدين. هو كان منكر على نقطة أنه يستفز محمود فيعلو الصراخ يا كافر يا فاسق يا عدو الله. هو مش متعود أنه يتحاور بنفس أسلوبه لكن من خلفية إسلامية، وهذا اللي جننه. طيب نمشي الدور إن شاء الله. أخونا الفاضل الشيخ خالد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يلا الأحبة، حبيبنا محمود جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يثيبك ويبارك فيك. طبعا كما تفضل الأخوة، كما تفضل الإخوة، نقول هذا الإنسان بالذات، أما أتكلم على ممكن بعض العلمانيين يدخل لي يحاور أو شيء، لا لا، هذا الإنسان بالذات ما ينفع معه إلا هذا الأسلوب وهذه الطريقة. هذا إنسان في غرفه سباب شتام لعان لدين الله تبارك وتعالى، يسب الله ويسب القرآن ويطعن في الإسلام. ها يعني لو كان لو كان شخص غيره كان يمكن أن نتحاور معه بالعلم والأدب، لكن هذا الإنسان لا ينفع معه إلا هذا الأسلوب. هو بس الراجل ده ما بيديش حد فرصة يتكلم في روم، وأنا كنت بس يعني أستاذ محمود والله يعني أنا طبعا اللي أنت عملته النهاردة بالنسبة لي مش جديد، يعني أنا بشوفك تام كبالي 17 سنة. أنا بس لما فتحت المايك كنت عايز أقول له إحنا ما بناخدش عندك 10 ثواني وأنت بقالك ساعة بتتكلم في الروم وبتشتم، محدش نزلك ولا طردك يعني، فكنت عايز أخد عليه دليل، لأن أنا دخلت عنده 3 مرات طردني فيهم. فأحسنت، أحسن الله إليك. طبعا يعني اللي حصل غني عن الكلام، يعني مفيش الواحد ممكن يعلى يقول حاجة أكتر من اللي حصل. عايز أقول بس تعليق عام يا شباب، يعني عشان بس ختمنا كل الحاجات اللي هو قالها، كل الحاجات يا جماعة اللي هو ذكرها، أرض السواد مش عارف مين أو سمي بالسواد نظرا لكثرة الزرع فيها وما إلى ذلك، يعني كل الأمور اللي قالها دي يا شباب بمنتهى البساطة، أنت عندك دلوقتي علشان تطبق حاجة معينة أو حد معين لازم يكون في شروط، الشروط دي مش متوفرة. ريت لو حد فتح المايك يقفله عشان بيحصل صدى صوت. ماشي ماشي خلاص تمام. فموضوع ايه؟ ان الحد ده او الشيء ده اللي انت عايز تطبقه، الحكم الشرعي ده، خلاص بيدور ايه مع موضوع الا زي ما قال مولانا الشيخ ابو وليد او خالد الخالدي. طيب بالنسبه لموضوع حج التمتع، حج التمتع ده يا جماعه ملوش علاقه بمتعه النساء ومش متعه النساء والكلام الغريب اللي هو بيقوله ده، لكن الفكره ان الشخص بيقدم العمره على الحج بس وبيتحلل بينهما وبيتحلل بينهم، وده مذكور في القرآن الكريم، فمن تمتع بالعمرة للحج. طيب يعني مذكور فمن تمتع حتى بنفس الصيغة، فالمتعة مش مقصود بها متعة بقى ايه امرأة وبتاع وكلام غريب زي اللي هو بيقوله ده. طيب بالنسبة للمتعة نفسها بقى اللي هي بتاعت متعة النساء وما إلى ذلك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، نبي نفسه صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وقال يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، قضي الأمر. عشان ما يجيش يقولك أصل عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب قال فعلا على موضوع المتعة دي اللي هي حرمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي متعة النساء، ومتعة الحج نفس الكلام. طيب متعة الحج برضو باجتهاد من سيدنا عمر رأى أن في خلافته إن الأصلح للناس لا تكون هذه المتعة اللي هي من العمرة اللي هو عمرة في البداية وبعدين الحج ويتحلل فيما بينهما بس مش اكتر ولا اقل، لكنه ولا عطل حاجه ولا ما عطلش حاجه زي ما بيدعي اسماعيل، وكذلك زي ما قلنا في موضوع ارض السواد وكل النقاط اللي هو ذكرها. بالنسبه لموضوع اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتكلم هو في ايه تاني يا ربي، موضوع الميراث. موضوع الميراث يا شباب اللي هم دايما بيقولوا جمله خاطئه، يقول لك اصل الاسلام بيقول لك ان المراه بترث نصف الرجل، الكلام ده على اطلاقه كده كلام خ خ خ خطا خطا، مش حاجه اسمها الرجل او المراه ترث نصف سؤال. اللي هو المراه ترث نصف الرجل في الاسلام، الكلام ده خطا يا جماعه، الكلام ده بيحصل في 4 حالات 4 1 2 3 4 بس 4 حالات، نعم المراه ترث نصف الرجل، لكن في 8 حالات المراه بترث فيهم مثل الرجل، 8 المراه بتاخد زي الرجل تماما، في 10 حالات المراه بترث فيهم اكتر من الرجل، وفي حالات كمان المراه بترث فيها ولا يرث الرجل. بعد ده كله يجي شخص بمنتهى الهاه كده ويجي يقول لك اصل الاسلام بيقول لك المراه ترث نصف المراه ترث نصف الرجل، قول له انت بتخترع، انت بتهبد، الجمله دي اصلا تسقط كلامك. ماشي، تعال بقى عايز تناقشني في ال4 حالات دول وليه المراه بترث، والله ده امر تعبدي الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم وانا بطيع امر الله سبحانه وتعالى. طيب وعندي كمان الاسلام علمني ان زي ما بيكون انت ليك حقوق
قصادها واجبات. هتيجي تقول لي اصل المراه دلوقتي بتشتغل زي الرجل وممكن تنفق وبتاع، طب هو الاسلام قال ان المراه تنفق على الرجل الا بطيب نفس منها؟ لكن دلوقتي لو واحد متجوز واحده، الواحده دي يا فندم بتقبض 10 مليار جنيه في الشهر، والزوج بيقبض 2000 جنيه في الشهر، والله هو اللي ملزم ينفق عليها. طب هي ملزمه تنفق عليه؟ لا، لو بطيب نفس منها ماشي، هي ارتضت ذلك. طيب فما تجيش انت تقول لي اصل المراه بتشتغل وهي اللي بتنفق. خلاص يا عم، لو واحد قصر في دينه ما تلومش ربنا سبحانه وتعالى، لا لوم اللي قصر في دينه، ما ربنا منزل لنا الدين ده علشان نتبعه، مش علشان احنا نقصر نقوم لاغين الدين ونمشي على هوا الناس. ربنا نزل الدين عشان احنا نتبعه، مش علشان الدين هو اللي يتبع الناس او نلغي من الدين علشان هوا الناس. طيب لان هو مجموعه تروس في الشريعه، اسقطت ترس من المنظومه كلها، فلما المنظومه انت تحس ان انت مش عارف تطبقها يبقى العيب مش في المنظومه، العيب فيك انت اللي اسقطت منها ترس. واحد سايق عربيه على سرعه 180، والله القانون بيقول لك انت اقصى سرعه عليك 100 كيلو، انت سايق على سرعه 180 وفاتح على الخامس، ولا عملت حادثه، مش عاقب العربيه، عاقبك انت، مش راح اعاقب القانون. اقول يا قانون هو انت ليه قلت 100%؟ ليه ما قلتش 180 يا عم، 180 كيلو ليه؟ عفوا قلت 100 كيلو، ليه ما قلتش 180 كيلو؟ عشان الراجل حتى ما عملتش حادثه، خد مخالفه. شفت يرضيك كده الراجل الغلبان ده ياخد مخالفه؟ الراجل بيجري على اكل عيشه ليه يروح يدفع 3 4000 جنيه مخالفه؟ يعني مش كده يا قانون، كنت تخلي ان السرعه 180. مش هروح الوم القانون، انا هلوم اللي خالف القانون. المنطق والعقل بيقول كده، ده ايه ذا كان اصلا موجود. طيب بالنسبه لموضوع شهاده المراه يا جماعه، بمنتهى البساطه المنصوص عليه في القران في حاله الاكتتاب او حاله الديون الماليه، ان شهاده المراه على النصف من شهاده الرجل، وده زي ما قلنا في البدايه. ودي نقطه لازم ننتبه ليها يا شباب، مش عايزين غلمان بني علمان يجرون المستنقع اللي هو عندك حكم في الدين، امر في الدين. قول لي بقى ليه؟ والله يا فندم انا بعمل الامر ده طاعه لله سبحانه وتعالى، زي ما انا بصلي العصر 4 ركعات مش 3، وبصلي المغرب 3 مش 4، ده امر تعبدي انا بعمله لله سبحانه وتعالى. ممكن نجتهد نعرف الحكمه مع بعض، لكن انا ما علقش الموضوع على الحكمه. زي اللي يجي يقول لك مثلا، وده بعضنا او كثير منا بيقوله، ليه بنصوم؟ يقول لك عشان نحس بالفقير. طب الفقير بيصوم ليه؟ عشان يحس بنفسه، ما هو حاسس اصلا. يبقى انت علقت موضوع الصيام على موضوع ايه اصلا؟ حس والله يا فندم انا بصوم لان ربنا امرني بس كده، شكرا ولا اكتر ولا. نجتهد بقى نعرف الحكمه، ان انا ممكن لما اصوم يبقى انا اللي بسيطر على نفسي، انا اللي بقود نفسي، لاني مش بهيمه. مش محمود قوم كل، حاضر. محمود نام، اشرب، حاضر. محمود لو كان متجوز مثلا قوم مش عارف جمع مرض، مش بهيمه. انا مش بهيمه، لا انا اللي بتحكم في نفسي، مش نفسي بتحكم في. نحاول نعرف فلسفة الصيام ونجتهد مع بعض، لكنه أمر. كذلك نفس الكلام شهادة المرأة، أو سواء موضوع الميراث برضو أمر. وزي ما قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى مدام أعطى حق للرجل قصاده برضو واجبات مفروضة على الرجل، يعني حتى القوامة لما بتكون للرجل دي مقابل إيه؟ يعني هو خلاص بقى كده حطت له 3 نجوم على كتفه والنسر مثلا؟ لا أبدا، الموضوع تكليف ليس فقط تشريف، لانه هيحاسب على هذه القوامه، كون ان القوامه في يدك انت تتحاسب اصلا عليها. طيب مش ان انت بقى خدت ايه مميزات وبتاع وحاطط رجل على رجل زي ما بيزعم هؤلاء. بالنسبه لموضوع الشهاده، احنا زي ما قلنا في حاله الاكتتاب، في حاله الديون وما الى ذلك، يعني لما نيجي انت حتى تتامل فيها ونحاول نجتهد، ممكن انا اقول ده يكون صح ويكون غلط، احنا قلنا ده امر تعبدي وده ما فيهوش خطا. لكن لما انت عندك المراه، انا والله قدامي راجلين وانا بستلف من واحد فلوس وبتاع، طب اجيب الراجلين، انا ليه شحطه الاثنين؟ يعني ما لقيتش، خط راجل وامراتين ماشي. طيب عشان ايه؟ طيب انا ما اقعدش ابهدلهم ورايا انا في المحاكم، وانا رايح ولا رايح للقاضي ولا رايح لبتاع، واجيب واحده واجرجرها وتعالي بقى وشهادي. لا يا عم، خليك في راجلين، ما فيش راجلين وخلاص، مضطر يبقى راجل وامراتين. الموضوع ايه؟ بسيط. يعني حتى ده المراه دي بتعض دي مش اكتر ولا اقل، حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عشان لو واحده مثلا نسيت الثانيه تذكرها. طيب افرض الاثنين كانوا فاكرين، هنقول لا خلاص بقى يبقى احنا نلغي الايه دي؟ الموضوع مش كده. طيب غير ان في حالات بتقبل فيها شهاده المراه اصلا منفرده، زي الملاعنه، زي الملاعنه. طيب المراه شهادتها منفرده بتقبل فيها، واللي قال الكلام ده ابن قدامه في المغني، عندها في موضوع الرضاعه، موضوع الولاده، موضوع الحيض، موضوع العده، عده المراه. يعني واحده اتجوزت جوزها جه، دي العده بتاعتها وطلقها، وهي راحت اتجوزت واحد تاني، طبعا بعد انتهاء العده جوزها جاي بيدعي والله لا العده بتاعتها على فكره ما خلصتش، هي قالت العده خلصت، كلام المراه يمشي، كلام المراه يمشي. وعلى ما اذكر في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ان لان امرأة وريت لو حد يذكر حديث زي ذكرني به وان شاء الله الحديث صحيح فيما اذكر وفيما اعلم يعني ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع زيجة لان امرأة قالت ان الاثنين دول اولادي اصلا ان الزوج والزوجة دول اولادي او ان الزوجة والزوج دول اخوات منع هذه الزيجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة امرأة بشهادة امرأة نعم جزاك الله خير يا مولانا وبشهادة امرأة واحدة انت عارف يعني زواج ودول خلاص ومنع بشهادة ما فيش بقى اصل دي امرأة لا تقبل شهادتها ومش عارف مين الكلام ده يعني على اطلاقه كده غير صحيح طيب عندك مثلا في موضوع بكارة المرأة برضو بتقبل شهادتها عندك في موضوع الرضاعة زي ما قلت موضوع الاستهلال برضو بتقبل شهادة المرأة على انفراد موضوع الولادة تقبل شهادتها على انفراد وما الى ذلك وكلام ده ذكروا المغني وغيره عشان بس ما حدش يقول أول مرأة أو تعرف مين وحاجات زي كده يعني ويطلق الإطلاقات كده هو مش فاهم حمزة من همزة ولا الألف من كوز الدرة شكرا أسف على الإطالة الله يعزك أخونا محمود الله يبارك لك يا رب ده كان الحوار مع إسماعيل حسني العلماني اللي المفترض إن هو على الكلاب هاوس ده راجل خلاص يعني ناقص يعني نحن غرابة عك عك ويعملوا له صنم وديكوا زي ما انت شفتوا أخلاقهم والمقاطعة اللي كان بيعملها وإن هو إحنا الليبراليين يا جماعة إحنا بنحتوي الجميع والحرية والملوخية والتأوي والراجل مش مستحمل كلمتين على بعض ونازل إساءة يسيء لله سبحانه وتعالى لكن حد يجي يسألهم سؤال انت بتسألنا لا روح اسأل جوجل جوجل راجل اشتح على شبتك المهم دلوقتي هنشوف بقى تسجيل من غرفة راح فتحها إسماعيل وسمى العنوان بتاعها بقى دول متطرفين وبيشتموا ومش عارف مين ونازل فينا إيه هاتك يا شتيمة ومن ضمن الحاجات اللي كان بيقولها إن إحنا بناخد فلوس من المخابرات الأمريكية مش متصور أنا يعني تديني عقلك بالله عليك ومش حافي يعني هو علماني وأنا ضد العلمانية وأنا اللي باخد فلوس من المخابرات الأمريكية فالدماغ دي بصراحة يعني فيها تقلية وعايز حضركم برضو تركزوا في شيء لطيف جدا إن الناس الأدامن والمديريتور عنده في الغرفة طلعوا باستفوه قالوا يا سمعة اللي انت عملته فينا ده سمعة انت رحت هناك استضوك والله يعني انت من استضينك هناك انت كنت فخ وقعت في الفخ وقعت في الصيدة فما كان من إسماعيل إن يطلع يقول لهم أنا آسف يا جماعة للمرة 500,000 هم استدرجوني زي القرى والساذج اللي أبهرته أضواء المدينة يعني أنت مش مكسوف من نفسك وأنت بتقول على نفسك ساذج وطلع لهم ضحكوا علي وأنا آسف هم استدرجوني وأنا آسف يا جماعة لل 500,000 مرة وأنا مش هعمل كده وهم استدرجوني ويزهب بعد ما خلصوا الهري بتاعهم ده راحوا قافلين الروم اللي فتحوها لمدة 10 دقايق يلا بينا ندخل عليهم العشاء ونسمع صياح إسماعيل حسني ورفاقه بس الولاد الحقيقة مساكين ولاد قلالات أدب عزيز عايز تتخانق معايا للأسف أنا يعني كنت عاوز أمنع حضرتك بس أنا للأسف هو كل حاجة عشان بس يعني يصطادوا حضرتك مش أكتر وجودك هناك يوسخ هدومك ببساطة يعني أنا أسف عزيز وبعتذر لك انت معتقد ان منتظر ايه من الناس زي دي يعني منتظر أنا مثلا انا كنتش اعرفهم للاسف دول ناس مفيش عقول اصلا بعتذر لك انت ومختار ادينا بنتعلم عايز تتخلق معايا انت كمان فانا اسرت دكتور اسماعيل القروي الساذج القروي الساذج الذي بهرته اضواء المدينه ودخلت لكن انا يعني بعتذر لكم وبقول لكم والله الولاد دول ولاد الحقيقه مساكين والله مساكين يعني دول ولاد مجرمين مشروع ارهابيين سفله شتامين ما يعرفش يتكلم بدون ما يشتم حد ولا يهين حد يعني انا بعتذر لكم تاني والله انا عارف ان انتوا كلكم زعلانين مني ايه يا عصام انت كمان عايز تخلي معايا زعلانين من حضرتك دكتور بس ازيك يا دكتور ايوه يا عصام ها خش يلا اتخانق معايا الروم اتسكرت فالروم لما طلع دكتور اسماعيل اتسكروا الروم يعني هي الروم حرفيا كانت فقط مصر لدكتور اسماعيل انا اسف يا استاذ مختار انا والله يا جماعه مين تاني عايز يتخانق معايا مصطفى سانتا انطونيو لا بس انا هتخانق ليه بس هو بصراحه بستفك يا استاذ اسماعيل يعني ما انتش عارف متعه النكاح وبتناقش وعندك بتاع 200 سنه ازعلش مني يعني فانت مش قد الحوار ده أيوة في ايوه ده ولد شتام منهم سانتا انطونيو ايوه استاذ اسماعيل
انت كمان زعلان مني؟ لا انا مش زعلان، انا بحبك. لا والله انا عارف ان انتوا كلكم متضايقين مني. يعني طلع الشباب اللي متضايقه. مساء الخير يا استاذ اسماعيل. يوسف حضرتك بس لو تستنى في دور ساره قبلك. لا انا حابب اسلم على استاذ اسماعيل، يعني اقول ان هو قيمه وقامه في الهبد بصراحه. يعني انا اسف يا ساره وبعتذر لك والله. يعني كاتب واستاذ مثلك بالكلب هاوس كلنا نعرفك، يعني ما كان لازم يستهزئون بك بهاي الطريقه السخيفه الصراحه. وبرضه بعتذر لك يا ساره وبعتذر لكل الشباب اللي زعلان، بعتذر لكم والله ان انا دخلت معاهم، ويعني بعتذر لكم والله على المشاركه في غرفه زي دي للمره الالف. طيب انت بس مشان تتاكد انه هي كانت اصلا بس مصيده، فانا فورا اول ما طلعت انت من الروم ما في دقيقتين بعد لما فتحت الروم هاي كان هم مغلقين الروم هديك، خلاص الشخص اللي كانوا صايدين وراح فع الروم كلها ما عاد لها لازمه. كويس، ادينا بنتعلم يا شباب، وانا بعتذر لكم والله كلكم ان انا يعني تم استدراجي الى غرفه طائفيه مجرمه. امريكا المخابرات الامريكيه اللي كانت بتصرف عليهم من فلوس السعوديه، المخابرات الامريكيه اللي كانت بتصرف عليهم بطلت. بعتذر لكم والله للمره ال 500 الف. يعني هنقفل الغرفه دي ولا في حد عايز يتكلم؟ لا نقفل احسن. انا طيب. نقفل الغرفه طيب. احسن. طيب يا دكتورة، يعني يا ريت فعلا نقفلها ولغاية هنا يا جماعة انتهى الحوار مع اسماعيل حسني والعشة اللي كان فتحها علشان يصيح فيها هو رفاقه. أنا آسف يا جماعة مش هعمل كده تاني، ودينا خلاص يا اسماعيل ما تعملش في نفسك كده، ما كانش حوار. على كل حال ما تنسوش تدعو الأم برحمة والمغفرة وتدعو لي بالمرة، ولو قدرت تدعم استمرار القناة مادية من خلال لينك البيتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو وفي أول تعليق. وشكرا والسلام عليكم وإلى اللقاء في حوار آخر.